going to speak to you. He's going to give you just a few minutes of his time. And try to take a few minutes of your time. Tell you something that he feels you should know. So before I do that, I really want to know how many of you are really enjoying this year. If you're enjoying this, say yes, I am enjoying it. Are you enjoying it? Yeah! Okay, those people are really bored. Are you enjoying it? Yeah! Okay, all women there, are you enjoying it? Yeah! Whoa. Whoa. All right, I think we should just get started quickly. I'm going to shut up now. And our next speaker is also the Kuwait ambassador for the Arab Talent Foundation. He is 28 years old. He is the CEO for the Wasa Media, and he is mostly into web development and a lot of interesting stuff besides that. He does a lot of nonprofit and a lot of volunteering. And he is Abdul Mahsin Al-Ajmi. Please go ahead. ضيفنا عبد المحسن العجمي فضل كلمة تخيل علشان تكون جزء من التغيير المجتمعي. الفكرة من تخيل تتحول إلى واقع ومتغير. التغير المجتمعي أو الاجتماعي اللي يعني بيطمح لي ضيفنا من الكويت عبد المحسن العجمي هنلاحظ فيه دحين ونسمع أكثر إيش يعني التغير المجتمعي ولكن المنظم المرشد أو غيره هو حشكنا دحين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أول شيء. في البداية من باب الأمانة العلمية اللي بطرح الأفكار اللي بطرحها حالياً أو بطرحها في موضوعنا اليوم ما هي حقائق علمية، ما هي أمور مثبتة، مجرد أفكار وآراء شخصية، فبالتالي إذا سمحتوا لي يعني بحاول أتكلم عن مشاريع شخصية عشان ما نهضر حق الآخرين أو نتجاوزهم. بداية ودي تشوفون التويت هذا على تويتر. فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز في القاهرة اللي ما جاء القاهرة واحد من أغلى الفنادق اللي موجودة. فبالتالي كلمت واحد من الشباب هناك كنت بلانر سألته كم يكلف حجز قاعة انتركونتيننتال سيتي ستارز؟ قال يكلف تقريبا من 15 إلى 20 ألف دولار. يعني أنا مثلا شخص بسيط وتفكيري على يدي لكن اللي أعرفه أنه العائلة البسيطة في مصر أو العائلة الفقيرة في مصر ممكن تعيش ب 500 جنيه لمدة شهر. لما تقول 100,000 عفوا تقول 20,000 دولار يعني 100,000 جنيه مصري. 100,000 جنيه مصري لما تقسمها على 500 دولار يعني تعطيك العائلة 500 جنيه عفوا يطلع عندك تقريبا 200 حصة أو 200 عائلة. يعني 200 عائلة ممكن يعيشون مدة شهر بكرامة بشكل ممتاز جدا زي الفل مثل ما يقولون. في مقابل احتفال لمناهضة الفقر. يعني شو اللي تفضل انك تنفذ لو كنت صاحب مشروع تطوعي؟ هل بتعيش في 200 اسرة ولا بتسوي احتفال مجرد رد عالي ما له اي فعالية على الواقع وما له اي تأثير على الواقع اصلا. كلام نظري هذا هل هو ينفع يطبق على الواقع؟ انا اعتقد انه ينفع. احنا طبقنا بمشروع قبل اسبوعين بالضبط. كان عندنا مشروع بسيط ومشروع بدأ شخصيا كان عبارة عن مشروع اللي نشر الكتب، انا كان عندي مجموعة من الكتب الفايرل زي يعني هذا اللي ما راح اقراها مرة ثانية، فحبيت اني انشرها او اني احطها يعني اعطيها اي شخص يستفيد منها وزوجي. حطيتها في كابتر وحطيتها في كافيه، انا ما ابغى اسوي والله كنت قاعد على النت فقلت خلني اشوف ان كان مطلوب عندي كتاب او عندي شيء، نزلت مسج صغير على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى البي بي ماسنجر قلت اللي عنده كتب يرسلها لي عشان اشوف. رد الفعل فاق كل التوقعات اللي كنت حاطها في بالي. تم إعادة إرسال رسالة حوالي 50 أو 60 مرة لآلاف الأشخاص في الكويت. الرسالة تم إرسالها عن طريق تويتر، عن طريق فيسبوك، عن طريق البي بي ماسنجر، عن طريق الإيميلات. تلقيت حوالي 70 أو 80 اتصال من ناس مهتمين. كان منهم حوالي 5 أشخاص أبدوا رغبتهم في العمل في المشروع. اللي حصل ان المشروع مثل ما قلت لكم بدا بشكل شخصي وكبر بسرعه فما كان عندي وقت او ما كان عندي اصلا خطه واضحه للعمل الجماعي يسويها. فبالتالي اللي كان يكلمني كنت اقول له انا كنت ناوي اسوي كذا، كنت ناوي اسوي بالطريقه كذا، وواجهتني هالمشاكل وحليتها بهالطريقه ودبر حالك. وفعلا يعني 5 أشخاص دبروا حالهم، دبروا حالهم بطريقه ممتازه جدا. يعني ال5 أشخاص هذول كل واحد تحرك في هالاتجاه وسوى مشروع الخاص نفس المشروع توزيع كتب المستعملة. وبعضهم سووا بطريقة أفضل بكثير مني، مثلا واحدة من الخوات تعرفون شغل البنات عاد شو يسوون، حطت لها مكتبة صغيرة وحطت فيها
ملصقات وكتبت ان القراءه مفيده ومش عارف كذا، يعني شيء كان مرتب جدا. انا بالنسبه لي كنت حاطها في اول كرتون لقيته في, في, في المكتب عندي، اعتقد انه كرتون موز كان ولا شيء من هيك البسه، فحطيته في كرتون ورميته في كافيه وخلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. هي لا اهتمت بالموضوع سوته وبدت تعطيه وبدت ترسل وبدت المشروع هذا. انا جدا ليش؟ لان خمس اشخاص ما يعرفون بعض، انا ما اعرفهم امانه، ولا واحد من اللي كلمني يعرفهم، في شخص واحد بس اعرفه على الانترنت، البقيه ما اعرفهم اساسا. خمس اشخاص ما يعرفون بعض قدروا يشتغلون بطريقه متوازيه، قدروا ينفذون مشاريعهم بنسب نجاح مختلفه بطرق مختلفه، كل واسلوبه في العمل، كل وطريقته في العمل، وفعلا كان المشروع ناجح. في خلال ثلاث اربع ايام بمعدل ساعتين عمل تقريبا لكل يوم وزعنا حوالي 500 كتاب. 500 شكرا لكم. 500 كتاب لما تشوفها كعائد على الاستثمار، انا دارس فاينانس فدائما احسبها بالطريقه، كعائد على الاستثمار اساسا لما تقول اربع ساعه اربع ايام مثلا ساعتين، هاي ثمان ساعات عمل، وثمان ساعات عمل بسيطه يعني مجرد ان ضاعت في اخذ كتاب وحط كتاب وحط في كرتون وحط كرتون. لما تحسب 500 كتاب وتقيسها على الجهد اللي بذلته فهو ناتج يعني اعتقد انه جدا ممتاز. زين، هل ممكن تطبق على على على, على شيء اكبر من هالشيء؟ هل ممكن تطبق على مشكله فعليه؟ نشوف مشكله البطاله. عندنا مشكله البطاله تنقسم الى عده اجزاء: فرص العمل، توفير فرص العمل، توفير التدريب، توفير القوانين والتشريعات، تشجيع الاستثمارات. مثلا كن واقعيين، تشجيع الاستثمارات والقوانين والتشريعات هذه ما عندي اي قدره على تغييرها، فبالتالي فرص العمل هي المجال اللي احنا ممكن الجماعه ياشرون لي. فاعتقد احنا خلصنا، بس هذه موضوع من المشاريع اللي صارت للتصدي للبطاله، ممكن يعني اللي يدخل عليها الواحد يشوف بعدين. في مشروع اخر بس ودي اشير له، بس 30 ثانيه تسمح. خان اكاديمي، خان اكاديمي يمكن بعضكم يعرفها، مشروع على الانترنت، عباره عن مدرسه على الانترنت تحتوي على دروس قصيره 10 دقائق تقريبا الى ربع ساعه، مجموع الدروس حوالي 2000 درس، استفاد منهم 31 مليون شخص استفادوا من الموقع هذا خلال السنتين اللي فاتت. حصل إشهادات كثيرة، واحدة من الإشهادات كانت من بيل غيتس. بيل غيتس مهم جدا، لأن بيل غيتس شخص أساسا يصرف ملايين مئات الملايين على التعليم وعلى تطوير التعليم وغيره، فلما يشيد في هذا فبالتالي معناته أن أمام مشروع كبير حاليا، أو أمام شيء سيريوس، فيري سيريوس. من اللي سوى خان أكاديمي؟ هذا خان أكاديمي بالكامل، مجرد شخص، كمبيوتر، لوح كتابة وكلوزت، هذه حتى ما هو مكتب، هذه غرفة تبديل ملابس أساسا. يعني إذا شخص مثل سلمان خان قدر يسوي هالإنجاز العظيم من خزنة ملابس، أتوقع أن عندنا حوالي 1000 شخص حاضرين هنا، أعتقد أنكم كنت يعني تصنعون معجزات. فقط اعملوا في شيء أنتم تحبونه واعملوا بشكل مخلص، تجاهلوا القشور والتفاصيل الزايدة هذه وبيطلع عمل عظيم إن شاء الله. شكرا لكم، ما يسرت الله طبعا. شكرا سيد عبد المحسن. Thank you so much. That was Abdul Mahsin Al-Ajmi.